مساء الخير، مساء السعادة، مساء البسمة، مساء السرور من وطن الخير، من أرض زايد، من أبناء الإمارات. نهديكم الابتسامة والسعادة مشاهدينا الكرام، وخلوني أمسي على زميلتي الجميلة مروة اللي اليوم بس ألتقي معاها. مروة يسعد لي مساك، مساء الابتسامة. سهام وأنتي الجميلة حبيبتي، ويسعد مساكم حبيبتي، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة ألف جيرة في برنامج 7 على 7. أكيد بنبدأ يومنا في ابتسامة جميلة، لأن اليوم اليوم العالمي أكيد للسعادة، أكيد كله إيجابية اليوم، صحيح؟ أكيد. وإحنا قلنا قبل تحت الهواء أن اليوم بعد أحلى شيء أن نحن بنتين، صحيح. وأيضا عقب شوي الفقرة ويا ليالي بعد يعني فقرة نسائية بامتياز اليوم، يعني اليوم حلقة نسائية تعتبر. الله يعطيك العافية. بس مروة نبغى نعرف المشاهدين على ليش اختيار تاريخ 20 بالذات يوم السعادة. مشاهدينا، في عام 2011 طرح الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة جاميليان فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة بهدف إلهام الناس جميعا حول العالم للاحتفال بيوم السعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية ودعوة الناس أكيد لتذكيرهم بأسباب السعادة. وليش أساسا هم موجودين على هذه الحياة، وش الأسباب اللي تخليهم عايشين بسعادة، ووقع الاختيار على يوم 20 مارس للاحتفال بهذه المناسبة يا مروة. فعلا سهام، أيضا يرجع اختيار هذا اليوم تحديدا علشان يكون يوم للسعادة على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه، وبهالشيء يشعر العالم حول العالم كلهم بشعور نفسه في نفس الوقت. يحدث اعتدال في اللحظة اللي مر فيها خط الاستواء للأرض من خلال مركز قرص الشمس، ويمثل نقطة النهاية في نصف الكرة الشمالي والنقطة الخريفية في نصف الكرة الجنوبي. وتم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013. أحس أكيد أني بعدني مريضة، مسكت الكحة علشان ما أكح، لكن أكيد بيراونت. وسبحان الله، سبحان الله مروة، يعني شوفي وانت قاعدة تتكلمي عن موضوع السعادة تحسين الابتسامة مرسومة على وجهك فعلا تلقائيا، يعني مع مسكة الكحة ولكن بس اضطريتي تبتسمين. أكيد مشاهدينا تلقائيا عندما نذكر السعادة نذكر اسم اماراتنا الحبيبة، نذكر زايد والذي اقترن اسمها بكل ما هو حدث أو بكل حدث مبهج، وبكل هدف إنسان يسعى لأن يعيش الإنسان في دولة الإمارات في أمان وحب وسعادة، حيث تتصدر دولة الإمارات أو يتصدر مفهوم السعادة سلم أوليات العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استحدثت أول وزارة للسعادة في العالم، وأطلقت كذلك أول ميثاق وطني يكرس ريادتها العالمية في هذا المجال. لذلك لا يمكن أن نعتبر دولة الإمارات التي ابتكرت وصفة خاصة للسعادة شعبها وريادتها، حيث بات الإماراتيون يا مروة أسعد شعب عربي في المركز الـ11 عالميا في عام 2018. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بسعادة. الحين بنروح لي الوطن في قلوبنا كبار وصغار، واكبر
أكيد كلنا في دول الإمارات فعلا. ما شاء الله تغريدات كثيرة على تويتر, على تويتر تغني أو نقول تغرد بالسعادة. في تويتر حبيت تويت لهمس القلب هاشتاق السعادة العالمي, ما غاب زايد, لا والله ما غاب, باقي حي بقلوبنا, رحم الله أبا جعلنا أسعد شعب. أكيد. والشيخ عمار النعيمي يقول هذا اليوم هو يوم فخر أننا نحتفل بفريق العمل المتميز. وكذلك في تغريدة لخديجة تقول اللهم أسعدنا وأسعد من يسعدنا وأسعد كذلك من يحب أن يرانا سعداء. في بعد تويت حق أمل, السعادة التي تضعها في قلوب الآخرين ستعود لك يوما. أكيد. صباحنا السعيد مع الرفقة السعيدة. أكيد. مسانا سعيد يا مروة. مسامنا وكل أيامنا. أكيد. إن شاء الله سعادة. أكيد. وفرح. خلينا نتعرف اليوم شو مواضيع حلقتنا. مشاهدينا اليوم بنسلط الضوء على الدفاع المدني, يطلق حملة سلام الدارك للوقاية والسلامة, وأيضا سهام ويانا برنامج الربيع في مركز القطارة للفنون في إمارة العين, ومبادرة الثقافة لا للعنف اليوم العالمي للسعادة. أكيد مواضيع ثانية ومتنوعة. الحين بنروح ليالي, يسعد مساج ليالي, مساج ابتسامة وسعادة. أنا أقول لكما مساء الرضا الذي يضعنا دوما على أول سلم السعادة سهام ومروة, مما لا شك فيه أن السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة باتت نهجا راسخا. أكيد. وهدفا استراتيجيا يدخل ضمن أهداف أو خطط العمل الحكومي, وهي بحمد الله أصبحت إحدى أعمدة جودة الحياة في الدولة. أكيد. اللهم لك الحمد على هذه على كل هذه النعم. نعم. ونحن محظوظين أننا نعيش ونقطن على هذه الأرض الطيبة. أكيد. خلينا نتابع معك الحين الأخبار المروعة. بالتأكيد. شكرا لكم. تفضلي. 20 مارس 2019 مساء السعادة, بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية, وذلك لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي. أيضا بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية. على صعيد آخر, أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضية خديجة خميس خليفة الملص في وظيفة قاض استئناف, والقاضية سلامة راشد سالم الكتبي في وظيفة قاض ابتدائي في المحاكم الاتحادية, حيث تمثل القاضيتان أول امرأتين تشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادي في الدولة, بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في دعم دور المرأة كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية, كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي. في شق مغاير, زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله, يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء شؤون الرئاسة اليوم فعاليات الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص الذي يستضيفه مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. وقام سموه بجولة تفقدية لصالة المركز التي تجري فيها المنافسات الرياضية بين مختلف الفرق الإماراتية العربية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث العالمي الإنساني الرياضي الذي تستضيفه دولة الإمارات وينظم لأول مرة في دولة عربية. وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشاب السعودي اليتيم حسن الحضرقي الذي فاز ببطولة ألعاب القوى في الأولمبياد وحصل على الميدالية الذهبية, تقديرا من سموه وتشجيعا للاعب على المثابرة وتحقيق الإنجازات والنجاح في المستقبل.
إلى محور مغاير، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على ترسيخ قاعدة مشتركة من العلاقات مع الدول الصديقة التي يبنى عليها التعاون في مختلف المجالات الحيوية والتنموية بما يصب في خدمة مصالح الدول وشعوبها وتحقيق تطلعاتها في التقدم والازدهار، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات تؤسس علاقاتها مع دول العالم من منطلق إيمانها بأهمية التعاون والتلاقي بين الشعوب خدمة للاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، حيث رحب سموه بزيارة الرئيس الضيف وعبر عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وجرى بحث علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية وسبل تطويره إلى آفاق أرحب، وتبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله، التحية والتهنئة للأم الإماراتية ولكل أم في العالم تسعى لبناء أسرتها على القيم والمبادئ الأخلاقية. وقالت سموها في كلمة وجهتها إلى الأمهات لمناسبة يوم الأم العالمي الذي يصادف غدا، إننا نعتبر الأم القدوة في المجتمع والعنصر الأساسي فيه، فهي إن صلحت صلح المجتمع، لذلك فقد كرمها الله تعالى بأن أعطاها من الرحمة والحنان ما يمكنها من تحمل الصعاب في حمل وتربية أبنائها وتنشئة أسرة على القيم والمبادئ التي تربت عليها. على المستوى الخارجي، وفي إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات. وفي هذا الإطار أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع الأرجنتين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب في الأرجنتين بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه، وبحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، وبمشاركة لافتة لمئات المتخصصين والخبراء الدوليين، توقف عند واقع ومستقبل القطاع، حيث تمت مناقشة العديد من أوراق العمل خلال الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش الملتقى، منها دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الفعال في تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في قطاع التعدين وخططها المستقبلية، وأخرى تمحورت حول دور الرقابة في الحفاظ على البيئة والاستدامة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية، إلى جانب جلسة تطرقت إلى السياحة الجيولوجية وحماية التراث الجيولوجي، كما تم تسليط الضوء على سبل التنقيب عن المعادن باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. ومع هذا الخبر مشاهدين، أصل وإياكم إلى ختام هذه القراءة في الأخبار المنوعة، إليكما مروى والسهام. شكرا ليالي على هذه الأخبار الجميلة، والدوم إن شاء الله تبدعنا وتعطينا معلومات جميلة فعلا وأخبار الإمارات الشيقة، ونقول لكم مساكم سعادة مساكم سرور مرة ثانية. أكيد مروى.
أريد أقول لك مساء السعادة مرة ثانية حبيبتي. تسلمين ومساءك وأيامك كلها سعادة يا رب. الله يعطيك العافية. والحين موضوعنا الثاني بيكون معنا بنروح لمنتدى الشارقة الدولي للاتصال. نعم. للاتصال الحكومي. حسبت الأوراق طاحت يعني برد بصير للإمارة الباسمة. شو؟ إمارة الباسمة. الإمارة الباسمة. يعني من السعادة بعد. أكيد. هو منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثامنة. أكيد. وينظمها مشاهدين هذا المنتدى، ينظمها المركز الدولي للاتصالات، الاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. شو رأيكم نتابع مع بعض هذا التقرير؟ يلا. اليوم في افتتاحية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ونحن في مدينة الشارقة للإعلام شمس، نتطلع لمثل هذه الأنشطة الكبيرة صراحة على مستوى المنطقة. فالعنوان الذي تم اختياره لهذه النسخة من المنتدى تطوير سلوك تطوير الإنسان، نحن في مدينة شرق الإعلام نساهم من خلال ذلك العنوان بمشاريعنا المختلفة، وأهمها التجربة الفنية الإماراتية. كذلك عندنا الشراكة في المجال التقني من خلال مدينة الشمس. نستقطب من خلال هذا المنتدى الاهتمام لمدينة الشارقة الإعلام ولتأسيس الأعمال فيها، فإن شاء الله تكون يعني نسخة متميزة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ونشكر لجميع المنظمين هذه الفرصة. طبعا النهارده بنناقش السوشيال ميديا وبنناقش الديجيتال ميديا والاساليب التكنولوجيه الحديثه في طرق التواصل. يمكن في الجلسات اللي اتعملت كان بعض ضيوف بيتكلموا عن اهميه الكرياتيفيتي، ان ازاي يكون الانسان كرياتيف، لان المعلومات النهارده بقت متواجده في كل مكان، فمش هنعين حد ومش هنشغل حد معاه معلومات، المعلومات موجوده على جوجل، بس الفكره الانسان يكون كرياتيف ويقدر يتواصل. أزمة كبيرة جدا بتمر بيها كل دول العالم العربي، وهي تواصل المواطن مع الحكومة أو الاتصال الحكومي عن طريق الموظفين بتوعه. اليومين دول التكنولوجيا غيرت الدنيا كلها، ولازم كلنا نواكب تطور التكنولوجيا علشان الدنيا يعني نبقى حتى على الأقل إيقاعنا أسرع، أدائنا أحسن. الجائزة تم إطلاقها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في فبراير 2019، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. تهدف الجائزة إلى صقل قدرات ومهارات الأطفال والشباب في دولة الإمارات من عمر 13 إلى 18 سنة من مختلف الجنسيات، المواطنين والمقيمين ندعوهم للمشاركة في الجائزة. تتماشى الجائزة مع أهداف وموضوع المنتدى هذا العام اللي هو تغيير سلوك تطوير إنسان، بحيث أن الجائزة تشجع الشباب أنهم يتحدون نفسهم ويثبتون طاقاتهم وقدراتهم في شتى المجالات اللي يحبون أنهم يعملون بها أو يبرزون هواياتهم ومهاراتهم فيها. الجائزة هي على ثلاث مستويات، المستوى الذهبي والمستوى الفضي والمستوى البرونزي. لكل مستوى شروط معينة وعدد ساعات معينة الشباب لازم يفرضون أو يثبتون ممارستهم لهذه الهوايات والطاقات. الحقيقة احنا لما بنتكلم على الملتقى الاتصال الحكومي في دورته الثامنة في الشارقة، احنا بنتكلم على تجربة مهمة جدا في العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن الحقيقة. وهذه العلاقة تتجسد في أبهى صورها في تجربة دولة الإمارات وبالتحديد في الشارقة هنا. احنا لما بنقول انه الشارقة تتصدى لهذا الموضوع المهم جدا، اللي هو مش بس موضوع يتعلق بالحاضر وعلاقة المواطن الآن بالدولة، ولكن بمستقبل هذا المواطن ومستقبل الدولة أيضا. فالعلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن هي العلاقة، هي القضية الأزلية منذ بدء الخليقة.
تقرير أكيد مميز. والحين بنروح لبرنامج الربيع المخصص للأطفال في مركز القطار الفنون الموجود في العين، واللي بيبدأ من تاريخ 1/4 لين تاريخ 11 لشهر 4. أكيد، وهذا المنتدى مشاهدينا بتنظيم المركز القطار الفنون في إمارة العين. والحديث عن الموضوع أكثر معنا في الاستوديو الأستاذ محمد أحمد بارزيق، مدير رئيس مركز القطار الفنون في العين. خلونا نرحب به. مرحبا بك ومساك سعيد. مرحبا بك، الله يسلمك. أسعد إن شاء الله، نورتنا. الله يسلمك، نوركم. خبرنا شوي عن مركز القطار للفنون الموجود في إمارة العين. نعم، مركز القطار الفنون هو تابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. نعم، تم افتتاحها في عام 2011 من قبل الشيخ طحنو بن محمد آل نهيان مثل الحاكم في منطقة العين ربي حفظه. نعم، بما أن اليوم يوم سعادة تاريخ 20، نعم، أكيد في مبادرة منكم بتكون حق موظفينكم، خلينا نتكلم عن هالمبادرة. كانت جميلة صراحة، يعني على فكرة بس المفروض تكون السنة كاملة مو بس يوم. يعني نحن يوم سعادة، نحن دولة السعادة الحمد لله. أكيد الحمد لله. فتحنا مكاتبنا الصبح تفاجأنا بمج وغرشة ماي عليها ابتسامة، أكيد، وكب كيك عليه ابتسامة بعد. هذا روحه كم يسوى فعلا ويكون ما بين الأفراد ككل يعني والموظفين. نعم، فعلا يعني على قولتهم ناجحة، صنع يومنا. أكيد فعلا كان يومنا سعيد من أول لحظة الحمد لله. أكيد طبعا، خلينا نتكلم عن النشاط والفعاليات اللي يقوم بها هذا المركز. مركز القطارة يقوم بدورات فنية متخصصة. نعم، مثل الموسيقى بأنواعها طبعا، العود والبيانو، مثل الفخار، صناعة الفخار، التلوين، الرسم، إعادة التدوير. جميل. نعم، أنشطة جميلة. زين، خبرنا عن برنامج الربيع. نعم، برنامج الربيع هذا الله يسلمك عبارة عن برنامج مخصص للأطفال للفئة من عمر 6 سنوات وحتى 13 عام. حلو. أطفال مدارس في إجازة الربيع المخصصة لهم، قمنا بإنشاء الدورة هذا والبرنامج لاستثمار وقتهم يعني. حلو. نعم. إذن تكلمنا عن هالبرامج اللي تقدمونها أنت وغير المؤسسات الأخرى طبعاً، هذه شو اللي تأثر بالطفل أو الفائدة اللي ترجع لها الأطفال؟ أكيد أكيد، يعني بما لا شك في أختي أن هذا يعزز ثقة الطفل بنفسه. نعم. يبني معاه طريقة تواصل مع زملاء الطلاب. حلو. مع المدرسين اللي هم يكبروه سنا ويشوفهم في خارج أوقات المدرسة، فيعطيه يعني الدافع أن يتواصل مع الناس. جميل. نعم، يمكن في المدرسة تحكر أشياء أن خصوصي أستاذ ومعلم وكذي، لكن برا يكون فريندلي أكثر. نعم. نعم. إنزين، كيفية تعزيز الحركة الثقافية، وخلينا نقول أن كيف تصقلون المواهب، لأن أكيد في أطفال عندهم وايد مواهب. صحيح. كيف تصقلونها وتكبرونها في. صحيح. الأطفال. البرنامج هذا أختي إذا بنتكلم عنه، خلال الدورة هذه نحن نستثمر الطالب هذا 16 ساعة. 16 ساعة هاي كلها دورات متخصصة عبارة عن دورات فنية. نعم. ومهارتية أيضا. أكيد. فبعد الاستثمار هذا. نعم. نكتشف نحن شو الجوانب الإبداعية اللي عندهم، بعد ما نكتشفها ويكتشفونها أهاليهم بعد معانا، نبدأ نستثمرها نحن في طريقنا إذا راح يكمل الطالب عندنا، أو هلا طبعا يكونوا عرفوا الجوانب الإبداعية اللي عندهم ويستثمرونها بطريقتهم ويشق طريقة إن شاء الله. يعني في مشاركة ما بين المدارس، وأكيد منكم أنتوا في احتساب لساعات مثلا كتطوعية أو غيرها أو مشاركات كذي، إن فعلا تخلي الطفل أكثر يتردد عليكم، يعني نبى المميزات أكثر. نعم، شوفي الطفل مجرد أنه يدخل المركز، المركز جاذب له لأنه يلقى مكان يفرغ فيه طاقته. حلو. إذا أخذ مثلا دورات في التلوين راح يلون ويلعب بالألوان براحته، ما يكون يعني محكور. صحيح. تطلع الطاقة هذه. إذا كان راح يعزف مثلا خلينا نقول بيانو. جميل. بعد نفس الشيء يأخذ راحته، ما في حدود، لأن دائما المدرسين عندنا وهم مدرسين مختصين ومن أفضل المدرسين صراحة، اللهم لك الحمد والشكر، يخلوا الطفل ياخذ راحته عشان يطلع اللي عنده ويشوفوا كيف يقدر يوظفوا الشيء هذا، يكدرون الطاقات. خبرني عن اكثر موهبه لفتت نظرك. بالنسبه للاعمار اللي 6 سنوات هي اصغر فئه، يعني اللي يحضر دروس البيانو اللي قاعد ياخذها تتفاجئون بامكانياتهم. يعني الطفل في هذا العمر عباره عن خامه، مجرد الواحد بس يكتشف الموهبة الصغيرة اللي عنده تنطلق وتتفجر الطاقة هذه.
فيعني شيء ما ينسى المواقف اللي قاعدين نشوفها بالصغار وهم يعزفوا بيانو بكل حرفيه. هذا على سبيل المثال. احس اكثر عمر اللي هو يستطيع انه يتعلم اكثر لان صح. الذاكره بعدها صحيح. صغيره نظيفة. ولكن نظيفه يعني بعدها يقدرون انه يتعلمون ويحفظون بشكل افضل. نعم اتفق مع اختي، ولكن هو يبقى ان نحن متى نقدر نكتشف الشيء هذا في او القوه الكامنه في الطفل. فهني نحن لازم ننتبه على عيالنا، لازم ندخلهم دورات نخليهم يجربون الرسم، يجربون التلوين، يجربون دورات الفخار، يجربون البيانو، نعطيهم البيئه يكتشفون ايضا هوايتهم لان أكيد. بعض الاحيان ما نعرف شو هوايه هذا الطفل او حتى احيانا نساعدهم وهي احيانا المدرسه تطلع هالهوايات لكن احيانا يكون الجانب الاكاديمي اكثر صح. ففي الاماكن فعلا شو اسمه تركز على الجوانب الابداعيه صحيح. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن تيم العمل لان لهم حق بعد نتكلم عنهم. الحمد لله رب العالمين. انا طبعا اللهم لك الحمد التيم عندي جدا متعاون، عندنا تيم وورك بطريقة الواحد ما يتخيلها لدرجة أن ما عندنا الدرجات الوظيفية ما نشوفها. جميل. نحن نشوف بس اللهم المخرج اللي راح يصير، لدرجة أن إذا كان حتى عندنا والله خارج ساعات العمل لأن قاعدين نتعامل مع فئة طلاب صغيرة بالسن أو صحيح. ناس كبار بالسن كانوا موهوبين، إذا كان خارج ساعات العمل والله الموظفين بينهم البين يتنافسون من اللي راح يشارك، لأن قاعدين نتعامل مع أطفال أو نتعامل مع ناس ذو مواهب هذا في المستقبل بيكونوا قادة المجتمع. بالضبط نحن نغذي فيهم الشيء هذا أصلا أكيد. هم يشوفون نحن مهتمين فيهم وكذا ونحضر. طبعا صراحة دائرة الثقافة والسياحة هي كلها بيئة محفزة صحيح. نعم. افتتحتوا مؤخرا مركز القطارة للآثار صحيح. نعم. خبرنا أكثر. نعم. عن هذا الموضوع. هذا الله يسلمك أختي معرض آثاري يحتوي على قطع أثرية تمتد من العصر الحديدي الثاني وحتى العصر الإسلامي المتأخر. والقطع هذه كافة القطع هذه تم إيجادها في جبل حفيد في القطارة. وفي جبل حفيد بعد في أماكن أثرية. نعم. نعم. بس أنا كان عتب عليهم إنه فعلا مش مسلطين الضوء عليها. إن شاء الله هذا يعني في المرحلة القادمة. في المرحلة القادمة راح يتم إن شاء الله محطوط من ضمن الخطة. ولكن نرجع عفوا بس للمعرض الآثاري الجدير بالذكر إن جميع الآثار هذه موجودة في نفس المكان اللي فيه المعرض. نعم. ومحطوطة على قالب زجاج ممكن الكل يشوفها ومن وين خرجت الآثار وكم يعود عمرها. ما شاء الله العين كبرها فيها ما نقول تاريخ. نعم الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية يا رب. بتكون مخططاتكم المستقبلية إن شاء الله الأشياء اللي المبادرات الأخرى اللي بتقدمونها إن شاء الله في المستقبل. والله نحن دائما في تجدد، يعني ما عندنا دورات. أنا بتكلم عن مركز القطارة ما عندنا دورات جدول ثابت، دائما نشوف شو ممكن نحن نبتدأ شيء جديد ونسجل فيه. وطبعا صراحة نعرف الصدى هذا لما يكون عدد الطلاب اللي يبادروا بالتسجيل سريع وكبير، فهني نعرف ان نحن المشروع هذا اللي سويناه او البرنامج كان ناجح ومميز. تقول يستوي عندكم حفوز شيء يعني بالضبط خلاص. بالضبط. نعم نعم. استاذ احمد محمد رئيس مركز القطارة للفنون في العين نورتنا في الاستديو. الله يسلمك. شكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها عن المركز وكل التوفيق. واجب. لكم واجب. الله يسلمكم، مشكورين على الاستضافه. مشكور. نورتنا. يعطيكم العافيه. الحين بنروح نحن للاطفال اللي هم مصدر السعاده. وقبل شوي نتكلم عن الاطفال ونحن كنا نتحدث الحين ايضا أكيد عن السعاده هم صحيح. الاطفال مشاهدين الاطفال هم مصدر السعاده واحتفال بنسلط الضوء على احتفال حضانه الجليل بيوم السعاده العالمي بمجموعه من الفعاليات الشيقه مع اطفال الحضانه. يلا نروح للتقرير ويا بعض.
ومرحب فيك استاذه منى الفلاسي. نعم، عضو مجلس نورتينا. اداره عضو مجلس واداره وامين سر في مركز الشيخ محمد بن خالد ال نهيان الثقافي. مرحبا بك، فعلا نورتنا. الله يشكركم. كل عام وانت سعيده اكثر، لان اليوم يوم السعاده العالمي اكيد جميعا ان شاء الله. خبرينا عن يوم السعاده العالمي، كيف ايجابيتك اليوم؟ الحمد لله، طالما اني انا على ارض السعاده ان شاء الله دائما سعيده. ومن دار الزين؟ من دار الزين. من دار الزين. خلينا نتكلم عن هذه المبادره ثقافه بلا عنف، كلمنا عنها استاذه. اطلقت سمو الشيخه الدكتوره شمه بنت محمد الله يحفظها يا رب بن خالد ال نهيان مبادره اللا عنف. تحت عنوان جيل بلا عنف. هي الموضوع ان احنا حاليا نعيش في عالم مليء بالافكار، والطفل ما عاد امن، لانه هو يتلقى سيل غامر من المعلومات. نعم. خصوصا عن طريق اللي هي الوسائل الالكترونيه. فكيف ممكن الانسان انه يحمي هذا الطفل من هذا الزخم المتلاحق اللا متوقف من هذه المعلومات اللي احيانا تكون طبعا سلبيه. نعم. ارتأت سموها ان احسن طريقه هي ان احنا يعني الوقايه، لأن دائما الوقاية خير من العلاج. كيف ممكن أن تكون الوقاية؟ ببساطة شديدة، لما إحنا نعزز اللي هو العقل الناقد عند الطفل، كأنه يكون في مرشحات في دماغه. صحيح تستقبل الدماغ يستقبل هذه المعلومات، لكن يرشحها فيحتفظ بما هو جيد وينصرف عن ما هو سيء. أكيد. خبرينا عن نبذة لهذه المبادرة بالنسبة لأولياء الأمور. أكيد أن الطفل هو المدرسة الأولى اللي تنشأ هي طبعا البيت، الأم والأب. أكيد. فيجب أن احنا أول شيء نتعامل مع الأم والأب علشان نقدر من خلالها أن احنا نغرس هذه الأفكار اللي هي بعيدا عن العنف. نعم. من خلال المدرسة الأولى وهي البيت. حلو. إذا بنتكلم عن الحلقة النقاشية طفل إماراتي ومؤوية الإمارات، خلينا نتكلم عن هذه. نعم، سموها قامت بحلقة نقاشية تحت مسمى طفل الإماراتي في مؤوية الإمارات، وكانت حلقة نقاشية في مدرسة محمد بن خالد بمدينة العين. التقت فيها مع المعلمات ومع أمهات الطالبات. في هذه الحلقة هي أطلقت مبادرة اللاعنف، وتحدثت أيضا عن التربية الأخلاقية، لأن من خلالها أيضا نستطيع أن احنا نغرس القيم في الطالب الإماراتي أو الطفل الإماراتي، وإحنا قيمنا دائما قائمة على التسامح وعلى المحبة، ومن خلالها نقدر ان احنا نغرس اللاعنف عند الطالب الاماراتي. عند الاطفال خلينا نقول بعمر صغير شوي، تجذبيهم بالالعاب. نعم. والاشياء الاكتيفيتيز شوي. صحيح. الانشطه، شو الانشطه والفعاليات اللي قمتوا فيها في هذه المبادره على جذب الاطفال هذيل؟ حاليا احنا يعني في وضع مخطط لهذه المبادره. سوف تقوم أو يقوم مركز محمد بن خالد على عمل استبيان يستهدف طلبة الثانوية العامة وطلبة الجامعات عموما، علشان نحدد الأسباب اللي ممكن أنها تؤدي إلى السلوك العنفي. يعني لازم يكون طبعا شيء مدروس وعلى أسس علمية صحيحة. من خلال نتائج هذا الاستبيان سوف تصمم المبادرة على حسب المسببات. حلو. دكتورة منى، خلينا نتكلم عن المادة الأخلاقية والتي طبقت في بعض المدارس طبعا. نعم، هي يعني دكتورتنا الكريمة دائما سباقة، لأن هي هاجسها دائما هو حب الوطن. فلما أطلق الشيخ محمد بن زايد طول الله عمره وحفظه لنا إن شاء الله، لما قرروا مادة التربية الأخلاقية. نعم. على مستوى الدولة، هي كان عندها يعني فكرة خلاقة، خلنا نقول أن المؤسسات المجتمعية مثل مركز محمد بن خالد يجب أن يكون لها دور. صحيح. يدعم دور المؤسسات الحكومية، فهي راح تتبنى عملية خلق أنشطة
لمادة التربية الأخلاقية تكون مساندة في المدارس، فعن طريق الأنشطة أيضا سوف نغرس القيم الأخلاقية، يعني يدا بيد نعمل مع التربية والتعليم. مبادرة الثقافة بلا عنف أو اللا عنف، خلينا نقول هي مبادرة جدا جميلة، لأنه في بعض الأحيان في المدرسة نلقى ظاهرة اللي هي التنمر عند الأطفال، كيف تقدرون تحدون منها أو أن تقنعون الأطفال بثقافة اللا عنف؟ خاصة الطلاب الكلمات هذه من بينهم. شوفي عزيزتي، لما احنا يعني ندمج اللا عنف مع التربية الأخلاقية نستطيع ان احنا نصل الى الطفل. لاحظي ان الطفل اليوم غير الطفل بالأمس. صحيح. هو متفتح أكثر. هو متفتح، هو أذكى مما احنا نتخيل. صحيح. فعن طريق مثلا الأنشطة، عن طريق الإقناع، تقدرين أنك أنت توصلين لهذا الطفل وتضعين فيه بذرة احترام الآخر. أكيد. أصلاً العنف ينبع من وين؟ من عدم احترام الآخر. في الأول شيء. نعم أكيد. وعدم تقبل الاختلاف في الآخر. صحيح. فإحنا يعني التسامح هو هذا، هو يعني لب التسامح. أكيد. أن أنا أقبل التعايش مع الآخر مهما كان هو مختلف عني. فلما إحنا نبذر هذه البذرة في طفلنا، أكيد مجتمعنا راح يصبح مجتمع آمن، مجتمع متسامح، مجتمع يحب الآخر. خصوصا أن إحنا مجتمع أصلا يعني متنوع، وهذا التنوع يجب أن إحنا نستثمره. صحيح. يكون عندنا تكامل في المجتمع، الآخر يكمل الآخر. صحيح. وهذا اللي راح يخلق لنا إن شاء الله مجتمع آمن. أكيد. إن شاء الله. أكيد. طبعا إحنا بنرجع لك بسؤال ثاني، بما أنك أنت قلتي إن مكملين مع بعض، بس بعد ما نرجع من الفاصل، الدكتورة منى الفلاسي عضو مجلس إدارة وأمين سر في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بنرجع لك بعد ما نرجع من هذا الفاصل. إن شاء الله. مشاهدين تريونا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، ورجع لكم مرة ثانية مع السعادة. مبادرة ثقافة بلا عنف أو ثقافة لا للعنف أطلقتها الشيخ شم بنت مبارك في المقهى التربوي بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمركز الشيخ محمد بن خالد. وتفاصيل أكثر مشاهدينا بنرجع لضيفتنا في الاستديو الدكتورة منى الفلاسي، عضو مجلس إدارة وأمين سر في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي. خلونا نرحب بها مرة ثانية. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. نرد حق مواضيعنا. ثقافة اللا عنف أكيد تستهدف جميع الأسرة، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. مثل ما قلت لك في بداية أن الطفل المدرسة الأولى اللي يتخرج منها هي الأسرة، فلما مثلا في عنف في البيت راح يطلع الطفل عنيف. أكيد. والعنف أصلا أنواع، يعني إحنا ما نقتصر على العنف البدني، في عنف لفظي، في عنف عاطفي، في أشياء كثيرة ممكن أن هي تخلي الإنسان عنيف وبالتالي يصدر هذا العنف إلى خارج المنزل. أكيد. إذا تكلمنا عن الشراكة المجتمعية قبل ما نطلع في الفاصل، كنت تتكلمين أن في ناس أو شركاء استراتيجيين معكم. أكيد، يعني ما نقدر أن إحنا نعمل أي شيء بدون الشركاء الاستراتيجيين. أكيد. فأول شريك استراتيجي نتعامل معه في هذا الموضوع راح يكون طبعا مراكز الدعم الاجتماعي، لأن عادة المشاكل الأسرية موجود. تكون موجودة في الدعم الاجتماعي، وممكن أن إحنا نتعاون معهم. أيضا الشرطة المجتمعية هي اللي تتنظم مثلا محاضرات وأشياء من هذا القبيل، وأيضا تتعامل مع العنف الأسري. وأيضا طبعا من هاي المبادرة راح ينبثق عدة من الدورات التخصصية اللي راح تتوجه للأمهات، للطلبة إلى آخره، راح يقومون عليها مثقفين وأخصائيين نفسيين اللي هم طبعا معنيين بهذا الجانب لنشر الثقافة اللي هي ثقافة لا للعنف. نعم. شارك العديد من أصحاب الهمم وياكم في هذه المبادرة، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا نعم، أصحاب الهمم هم شريحة مهمة. صح. في المجتمع لا يمكن أن احنا نتغافلها أبدا. أكيد. وقد هم بذاتهم يتعرضون لأنواع معينة من العنف، يعني مثلا النظرة غير السوية لهذه الشريحة، هذه تعتبر تعنيف لهذا الشخص. فنشر هاي الثقافة وإشراك أصحاب الهمم معنا طبعا شيء مهم جدا. أكيد.
احنا دولة الإمارات والحمد لله نقول دولة الأمان، دولة الاستقرار. رغم بعض المشاكل اللي تصير بس نشوفها بسيطة جدا مقارنة بالدول الأخرى. أكيد هذا يعني ما لا شك فيه، لأن احنا اللهم لك الحمد والشكر عندنا قيادة رشيدة تستبق الحدث. يعني احنا قبل ما يكون عندنا عنف، لا احنا لازم نحصن الجيل الجديد من هذه الثقافة، قصدي من يعني اللي هي لا للعنف. اخر الدراسات الحديثة النفسية اثبتت ان طرق العقاب لها دور كبير في بعض الامراض النفسية عند الاطفال، بسبب العنف اللفظي، بسبب العنف الجسدي اللي في بعض الاحيان يلجؤون لموضوع الضرب. خبرينا كيف من الممكن ان الاباء والامهات يلجؤون لطريقة عقابية ولكن ما يصير عند هذيل الأطفال أمراض نفسية، يعني ما يلجؤون بنفس الوقت للعنف؟ هو سؤال يعني مهم جدا وقد يكون يعني محوري في هذه المبادرة، لكن أنا ما أقدر أجاوبك عليه لأن هذا مش تخصصي. لكن مثل ما قلت لك، من شركائنا الاستراتيجيين هم الأخصائيين النفسيين، وبيكون هذا أصلا دورهم أن كيف أنت تثقف الأب والأم في التعامل مع الطفل. نعم. طبعا في اولياء امور امهات حضروا معاكم في هذه الدوره، شو كانت ردة فعلهم؟ شو كيف هل هناك في تغيير حتى في تعاملهم مع ابنائهم؟ هي ما كانت دوره، هي كانت حلقه نقاشيه. نعم. اطلقت من خلالها المبادره. لكن تفاعل الامهات كان تفاعل يعني منقطع النظير، تفاعل كبير جدا، خصوصا أن المبادرة هذه تبغي تدمج التربية الأخلاقية مع ثقافة العنف. فالأمهات هني صار يحسون أنهم لهم دور أساسي في هذه المبادرة، وبدينا إحنا نحملهم المسؤولية في هذه المبادرة. كلمة أخيرة دكتورة منى الفلاسي، ونصيحة منش لكل الأباء والأمهات اللي تابعونا الحين برنامج 7 على 7. نصيحتي ان هم اولا يجب ان يعرفون اهميتهم، ان هم مهمين جدا، وهم يعني الانطباع الاول اللي يغرس في شخصيه الانسان تبدا من الام والاب. أكيد. اذا ما قلنا انها جينيا فهي ايضا ايش يعني مكتسبه، والاسره نواه المجتمع أصلاً. هي كل المجتمع في الواقع. صحيح. يعني الطفل والمراه هم المجتمع، هم اللي يصنعون المجتمع. فالأب والأم عليهم المسؤولية الأولى والأكبر في أنه هو يخلق الطفل لا يعترف بالعنف ولا يمارسه في حياته. نعم دكتورة منى الفلاسي عضو مجلس إدارة وأمين سر بمركز الشيخ محمد بن خالد أينهان الثقافي، نحن سعداء جدا تواجدي اليوم معنا برنامج 7 على 7 وحديثك الشيق عن هذه المبادرة. الله يسلمكم، نورتينا. شكرا شكرا، حياكم مشاهدين الله. الحين بنروح لفاصل سريع وبنرد لكم، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا في موضوع السعادة. والإمارات الحمد لله سبقت العالم كله بأن تكون هي دولة السعادة، ونرد مرة ثانية نقول لكم تصدرت بالنسبة طبعا الـ 11 عالميا لتكون الإمارات بقادتها وشعبها دولة السعادة والهناء. سهام أيضا ثروتي سعادة شعبي، مقولة خالدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى، قبل أيام من تشكيل اتحاد دولة الإمارات. واليوم أكيد يوم السعادة ونحتفل العالمي. بهذا الشخص نحتفل أيضا في هذا اليوم. نعم. ومعانا الحين الضيفة، هلا ومرحب فيك أستاذة سلوى عوض الهنائي مدرب ولايف كوتش، هلا ومرحب فيك معانا اليوم في 7 على 7. مرحبا، أول شيء تشرفت معرفتكم حبيبتي. وسعيدة أن اليوم متواجدة وياكم، وأني أعبر ولو شيء بسيط، أعطيكم معلومة شوي وأعبر عن يوم السعادة وعن يعني سعادتنا إحنا كمواطنين إماراتيين موجودين في هالدولة اللي تبنت فكرة السعادة وجعلت لها وزارة سمتها وزارة السعادة. الحمد لله. خلينا نتكلم أكثر عن اهتمام دولة الإمارات وتوفيرها للسعادة، توفيرها سبل نقول كل الظروف، أو توفيرها بيئة فعلا مشعة للسعادة للمواطنين. أول شيء أي وافد أو مواطن موجود على دولة الإمارات يعني يلمس هل السعادة موجودة داخل دولتنا. صحيح. سواء كانت وين ما تروحين في مؤسساتنا، سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة،
الكل متساوي، يكفي ان احنا اول يعني ناس يعني سوينا مثلا وزاره السعاده في مؤتمر اللي كان مؤتمر 2017 اللي في قمه الحكومات، كان في جانب قمه السعاده وحضروه اكثر من 500 متحدث في اللي هو السعاده والايجابيه. اكيد فهاي يعني احتضان دوله الامارات اللي هل مثل الحدث هذا يعطي طبعا الامارات دائما سباقه في كل شيء. نعم. وتحاول دائما تكون تعزز اللي هي نسميها احنا الايجابيه وتعزز جوده الانسان في دوله أكيد. الامارات اكيد. تفضلي. لا تفضلي. خبرينا عن اهميه الاحتفال بيوم السعاده العالمي، شو أهمية هذا اليوم؟ طبعا مثل ما انتم شايفين في عصرنا احنا صار الحياه متسارعه، مثل ما يقولون النوم في وطن وقهوه الصباح في وطن، وصارت الحياه كلها متسارعه. صرنا احنا مثلا انت اليوم تطلعين من بيتك تقابلين مختلف انماط البشر، مختلف الجنسيات، مختلف فئات المجتمع، فطبيعي يصير مثلا تصادمات، تصير اشياء، طبيعه العمل صارت يعني فيها زحمه من غير تاثير اللي هي التكنولوجيا وغيرها، هاي كلها خلت الانسان شويه يبتعد او يبتعد عن ذاته. لما احنا نتكلم اليوم عن السعاده احنا نبي ننتشل هالانسان، نرجعه لذاته، نطلع من دوامه العمل اللي هو عايشه الله. ونحاول ان يحس بجمال روحه يحس بجمال روحه. احنا فاقدين يعني من كثر الاعباء والاشغال ونركض يمين وشمال ونصادف ناس، ويصير طبعا طبيعي يعني اذا انت بتخالطين الناس في مواقف راح تحصل، في احداث راح تمر فيك، هالاحداث اللي قاعده تمر فيك تاثر علينا. وعشان احنا محتاجين يعني مفروض احنا مش في نستنى يوم السعاده عشان نحتفل بالسعاده، مفروض احنا دائما نتصالح مع ذواتنا، دائما نفكر ان نوجد السعاده في حياتنا، والعمر مره والعمرها ايضا نوجد السعاده. الحياه مثل ما يقولون ان حياتك مش بروفه عشان انت تجربين، انت لازم تعيشين كل يوم تعيشين بسعاده، توجدين لك السعاده لان السعاده اختيار. الحمد لله. شيء ثاني مروه واستاذه سلوى، ما شاء الله نحن قاعد نقول نعيش في دوله الامارات، في الخارج الشعب يتمنى بس يلتقي مع او يصور مع قادته، احنا ما شاء الله قادتنا نشوفهم في كل مكان، في المولات نشوفهم يمشون، واذا جيتي صوبهم تبين تصورين رحبوا بك وسلموا عليك وصوروا معك. اذا نجحتي في شيء اول تليفون يجيك من قاده، طبعا ما يسوي الشيخ محمد بن راشد يهنئ الناجحين. يعني كل مكان أيوة في عيد الاتحاد بعد كان طرش مسجات والإمارات كذلك كذا ايوه. فاحنا يعني سبحان الله يعني احنا كفينا احنا عذر يعني اهتمام شيوخنا فينا، هاي روحه سبحان الله يعني منبع السعاده المفروض يكون يعني متواجد وين ما تروحين. يعني مثل ما قلتي احنا شيوخنا الله يطول بعمارهم يعني حتى مثلا يزورون مؤسسات، يروحون يدخلون يشوفون يعني يشوفون طبيعه العمل شو قاعد يصير فيه، هاي كله من اجل بس يعني رفعت مستوى الانسان في دوله الامارات. في موقف بقول مره كنت جايبه عملتي مع بنتي تدرس في الاكاديميه فوق سبيشال نيد، فكان الدكتور الشيخ راشد بن حمد زاير التلفزيون فشاف العامله وسلم عليها، فانا قلت لها ان هذا ولد الحاكم، تفاجات قالت احنا ما نقدر نسلم على احد، هذا يسلم علي، هو اللي قال لي السلام عليكم، هو اللي سلم علي. فشوفي كيف يعني تعامل بسيط جدا من قاده والتواضع، يعني مالنا عذر، اقول مالنا عذر اذا ما كنا مبتسمين. المفروض ان فعلا يكونون الجميع سعداء، حتى احنا لما نشوفهم صورهم في التلفزيون ما نشوفهم الا مبتسمين، ما نشوفهم الا كل مكان على كل اشغال اللي عندهم، يعني كل انسان عنده عباءه، بس دائما هم يعلمون السعاده، يعلمون ان الانسان مهما كانت ظروفه، مهما كان وضعه، مهما كانت الاعباء اللي موجوده، ما ينتظر ان تي الحافز من الخارج او ما حد يبعث له السعاده من الخارج، هو يخلق السعاده داخل نفسه. اللهم لك الحمد على هالحياه. خبرينا عن البرنامج الوطني للسعاده والايجابيه. طبعا هاي برنامج السعاده والايجابيه، طبعا هاي المنشاه الرائده فيها دوله الامارات العربيه المتحده والشيخ محمد بن راشد، واسس هالمؤسسه من اجل تبني المؤسسات الحكوميه والخاصه منهج السعاده، وطبعا هاي كله من اجل ان احنا دائما دوله الامارات تحب تنافس، تحب تكون هي السباقه، تكون هي الاول. في الموظف اذا كان ما يحس بالسعاده كيف انت تعطين من غير سعاده؟ كيف انت تقدرين تعطين يعني ترفعين سمعه دولتنا
انه طبعا الموظفون هو اليد المنفذه اللي راح ترفع فيها اسم الدوله، يعني الحكومه ما قصرت معانا والشيوخ ما مقصرين معانا، قدم الكثير، ولكن هم بيون يشتغلون، هم بيون هم يرفعون. احنا اعمال دوله الامارات لازم تكون من منبع لهم الموظفين او ابناء الوطن، فابناء الوطن اذا احنا ما وفرنا لهم البيئه الصحيحه، ما وفرنا لهم يعني ما تبنينا لها، طبعا الحين صار قيمه الايجابيه والسعاده من القيمه الاساسيه اللي يحاول الحين شيوخنا الله يطول بعمرهم يقرصونها ويتبنونها، لازم تتبناها كل المؤسسات. اليوم طبعا كان دوله محتفله كل القطاعات الحكوميه والخاصه محتفله بيوم السعاده، وطبعا هاي كانت من الاشياء وارشادات حكامنا ان لازم نفعل هالشيء او نفعل اللي هو يوم السعاده، ولازم يكون يعني له بصمه خاصه للناس تحس بالسعاده. احنا سبحان الله اليوم انا رايحه الدوام يعني وكان في بعض المعلومات مثلا سووني مفاجاه ويابوا لي هدايا وشي، هاي ما تتخيلين يعني فرحه الواحد، يعني طلعت من مود العمل، طلعت رجعت، لان احنا نحتاج نشحن نفسنا بين فتره وفتره، نشحن بالطاقه مثل ما قلت لكم احنا ضغوطات عندنا، فلازم احنا نحاول قدر الامكان نطلع نفسنا من هالضغوطات وننتشلها من هالمعمعة اللي احنا عايشينه، يعني نعيش يوم سعيد. ما تتخيلين اليوم العشره، انا نفسي بقول اليوم انا اول مره التقي مع زميلتي مروه، فمو بعارفه يعني كيف بكون معاها كذي، بس بابتسامتها واسلوبها المرح شي فعلا خلى انه في يعني طاقه ايجابيه بين الموضوع ونقدرنا. انا بقول لك يعني صراحه يعني قدرت اتحاور معاك، قدرت نقول نرتقي باليوم بحلقتنا بعد نكون فعلا بشوشين على المشاهد الحمد لله. ان شاء الله ما شاء الله انتم منورين الشاشه وابتسامتكم ما شاء الله، يعني حتى الواحد لو ما يعرفكم بس يشوف نوركم يحس بالانس والامان يعني انه معاكم. تسلمين الله يسعدك. على فكرة في شيء دوم يقولونه أن الغني أو الشخص اللي عنده وايد فلوس هو لا يقال بأنه مو سعيد، ولكن بأن في بعض الأحيان يقال بأن سعادة مرتبطة بالثراء، أن الغني يعني سعادة فلوس هو لا مو شرط السعادة، في ناس وايد عايشين قصور لكن غير سعيدين. السعادة مرتبطة بالمعنى، بالمعنى اللي أنت تعيشينه، هل أنت لديك معنى تعيشين من أجله؟ في كتاب ستيفن كوفي اللي هو كتاب العادة السبع للناس أكثر فعالية، ذكر في العادة الثانية ابدأ والغاية في ذهنك. إذا أنت ما عندك غاية، وحتى في مؤتمر السعادة اللي كان في جانب من قمة الحكومات في 2017 اللي كان في دبي، خلص المؤتمر إنه شو؟ ان انت ما راح تشعرين بالسعاده ما لم يكن لك معنى تعيشي من اجله. جميل. المعنى هو اللي يوجد لك الحياه، اذا انت حتى لو ما عندك فلوس ممكن يكونوا افراد ابناء اي معنى، افراد ممكن انا حدني فيهم، مهم عندي شغله انا قاعده اعيشها، لان انا مثل ما نذكر ايام زمان أليس في بلاد العجائب، انا دائما اذكر هالمثال. أيه. لما يد على مفترق طرق ومفترق طريق وهي كانت ضايعه في البلاد، فسالت الارنب الحكيم يا ايها الحكيم اي الطريق اسلك؟ فقالها انت وين تبين؟ قالت لها انا ضايعه. قالها خلاص اي طريق بتسلكي بيودك الى اي مكان، لانك انت مالك هدف، ما عنده هدف، ما عنده هدف. حتى لو انا عندي فلوس، يعني مثلا اذكر السنه اللي فاتت في 2018 كان في شهر 6 في وحدة لا أذكر اسمها بالضبط، يعني انتحرت، كانت من يعني كانت وصلت لأول الشهرة ثري بعد، وهي وبعدها يومين هو الطاهي أنطوني بعد لقوم انتحر في شقته. نفس الشيء، فمش شرط لأنهم في فراغ، أيوة في فراغ، في فراغ، ما وصلوا اللي احنا نسميه التصالح مع الذات. مش متصالح مع الذات، يمكن تكون اهدافه والثراء اللي وصل له والشهره اللي وصل له، بس مش هو الهدف اللي هو او المعنى اللي قريب من قلبه. اكيد مش هو ما وصل معناه، ما حصل مع المعنى. أكيد. انا عندي مقوله حابه اناقشها وياها. انت بتقولي لي بس انا قبل بعد كنت مره بتابعت لك حلقه ويا زميلي عبد العزيز، فكان يسالها عن التسامح وكذي، قالت له انا سياستي او مبدئي 5 تو 5. اذا هالاشياء 5 تو 5 اذا هاي الاشياء ما بتاثر على الخمس سنوات، ليش انا اتضايق وازعل؟ ففعلا لفتت انتباهي اكثر من خمس دقائق حزن. صح
يعني مثل ما يقولون طيب اوكي انت الحزن هذا هل بعد انت تقدرين تسوين شيء؟ صحيح. طبعا من يعني الصحه انك انت تعيشين انفعالاتك. صار موقف مثل مزعل، صار في حزن، نعيش موقفه بس خلاص خلصنا، فرغنا الحاله النفسيه والعاطفيه اللي عندنا، خلاص نرجع نشوف احنا وين هدفنا. طول ما انت عندك هدف قاعده تعيشين من اجله او غايه او معنى انت تريد توصلي لها، انت تشوفين يعني مثلا اللي مثلا يتسلقون ما يحسون بالام وتعب بس ليش هم مش حاسين بالالام اللي حولهم، مش حاسين بالتحديات؟ لانهم في عندهم هدف، في شيء بيوصلوا له، فهم كل الاشياء اللي حولهم مش قاعدين يشوفونه لان هم عندهم هدف لازم يوصلوا له. مقوله لا تضع السعاده في جيوب الاخرين، هل انت معها او ضدها؟ لا طبعا ضدها. لا معاها، يعني لا تجعل السعادة في جيوب الآخرين. إذا أنا ما قدرت، ما عندي اكتفاء ذاتي وعندي أنا أقدر أعيش يعني بروحي وأوجد سعادتي بنفسي، ما راح يعني أوجدها عند الآخرين، وإن وجدتها يمكن تكون بعض لهم مثل لحظية أو مؤقتة. أي مؤقتة، ويمكن بالعكس مدمرة، لأن بمجرد ما يروح الشخص مني راح انا اعيش حاله من الاكتئاب. يعني ما نرضى سعادتنا بالاخر. نعم. لا سعادتي، لان ما في شيء مضمون في هالحياه. صحيح. ما تقدرين تضمنين اي انسان موجود عندك، فانت سعادتك اذا سعادتك مو رب العالمين وثقتك بنفسك، انا اشوف هذا هو منبع السعاده. أكيد. نورتينا اليوم استاذه سلوى عوض الهنائي مدرب لايف كوتش، شكرا على والله انا سعيده اليوم. وسعيده بلقائي وياكم، سعيده بالكلام، حتى انا استفدت على فكره منكم، يعني اثرتوا عندي بعض المواضيع وخليتوا اني يعني استذكر اللحظات الجميله اللي عشتها اليوم. نورتينا ان شاء الله كل حياتك ابتسامه وسعاده وايجابيه ايضا ان شاء الله. الله يحفظكم يا رب. وصلنا الحين لنهايه حلقتنا. اكيد زميلتي مروه، وشكرا استاذه سلوى. مشاهدينا وصلنا للختام، وان شاء الله تكون فعلا حلقتنا ينبع منها نقول احساس السعاده. مشاهدينا تصبحون على كل السعادة يا رب إن شاء الله. موعدنا بيتجدد وياكم باكر في نفس الوقت الساعة 7 في برنامج 7 على 7. في أمان الله، مع السلامة.